بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم مع النموذج الاسترشادي الأول للصف السادس الابتدائي. النهاردة في ثلاث نماذج جداد نزلوا من الوزارة لكل مرحلة من الصف الرابع حتى الصف الثالث الإعدادي. كل مرحلة نزل لها ثلاث نماذج. ده النموذج الأول، سنة ستة هناخد جزء الرياضيات. بيقول لي إذا كان الطول على الخريطة هو 2 سنتي والطول الحقيقي هو 6 كيلومتر، فإن مقياس الرسم يساوي إيه؟ 1 إلى 3، 1 إلى 3000، 1 إلى 30000، 1 إلى 300000. هنقول مقياس الرسم يساوي رسم على حقيقي. يعني ايه؟ يعني الطول في الرسم على الطول في الحقيقة. الطول في الرسم عندي 2 سنتي، 2 سنتيمتر. الطول الحقيقي 6 كيلو متر. هنا يا أولاد وحدتين القياس دول مختلفين، في وحدة قياس بالسنتيمترات ووحدة قياس بالكيلومترات، هخليهم الاثنين بالسنتيمترات، يبقى هحول الكيلومتر إلى سنتيمتر، هحوله إلى مليمتر. الكيلو في 1000 متر والمتر في 100 سنتيمتر. 2 على 2 فيها 1، 6 على 2 فيها 3، يبقى 1 إلى 300000. أختار نمرة د، 1 إلى 300000. طيب نمرة ب، نمرة 2، بيقول لي متوازي الأضلاع الذي فيها القطران متعامدان ومتساويان في الطول يكون إيه؟ القطران متعامدين ومتساويين، المعين متعامدين وغير متساويين، المستطيل متساويين وغير متعامدين، شبه المنحرف لا، يبقى هو المربع، القطران فيه متعامدان ومتساويان. نشوف بقية الاختبار. السؤال الثالث بيقول لي المدى لمجموعة القيم 2 و9 و7 و2 هو ايه؟ 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10؟ المدى هو ايه؟ هو الفرق بين اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. اكبر قيمة هنا ايه يا ولاد؟ 12 ناقص اصغر قيمة 2 ناقص 2 يساوي 10، يبقى المدى 10، بختار نمرة د 10. طيب نمرة 4 بيقول لي 1 ناقص 24% بتساوي كام في المية؟ هو الواحد الصحيح ده بيساوي كام في المية؟ بيساوي 100%. يبقى 100% ناقص 24% تساوي 24 ولا 56 ولا 76 ولا 80؟ تساوي 76، يبقى 76%. طيب بيقول لي إذا كان 6 على س تساوي 2 على 3 فإن س زائد 2 تساوي، يلا نشوف س تساوي كام. تعال نشوف الاثنين ده، هي جت هنا اهو يا ولاد بقت 6 زادت، اذا الاثنين انضربت في كام؟ في 3. زي ما ضربنا فوق في 3، الاثنين في 3 ب6، اضرب 3 في 3 ب9، يبقى السين بكام؟ ب9. فان سين زائد 2 يعني 9 زائد 2 يبقوا كام؟ 11. يبقى هختار نمرة أ 11. ونشوف بقية الأسئلة. شوف السؤال رقم 6 بيقول لي إذا كان حجم مكعب 8 سنتيمتر مكعب فإن طول ضلعه 2 ولا 3 ولا 8 ولا 11؟ حجم المكعب بيساوي إيه؟ طول الضلع طول الحرف في نفسه في نفسه. طب تعال نحلل كده، 8
على الاثنين فهالاربعة، على الاثنين فهالاثنين، على الاثنين فهالواحد. يعني الحجم التمانية دي بتساوي ايه؟ اتنين في اتنين في اتنين، طول الحرف في نفسه في نفسه، يبقى طول الحرف او طول الضلع كام؟ اتنين. بختار نمرة ألف. طيب نمرة سبعة بيقول لي النسبة بين محيط الدائرة إلى طول نصف قطرها. محيط الدائرة بيساوي إيه؟ محيط الدائرة بيساوي إيه؟ بيساوي اتنين باي نق، نصف القطر إلى نصف القطر اللي هو ايه؟ نق. النسبة هي اتنين باي نق محيط الدائرة الى نق اللي هو نصف القطر. تعال نقسم على نق، اقول بالقسمة على نق اللي هو نصف القطر. اتنين باي نق على نق على نصف القطر، يعني نصف القطر ده راح مع نصف القطر ده، فضل عندي اتنين باي الى نق على نق بتساوي ايه؟ واحد. يبقى بتساوي اتنين باي الى واحد. بختار اتنين باي الى واحد. ده النموذج الاسترشاد الاول لمادة الرياضيات في متعددة التخصصات للصف السادس، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق ودمتم بخير.